وسهلة. أول شيء أنا مرة مبسوطة إنه رجعنا مرة ثانية. ثاني شيء أنا مبسوطة أكثر إنه راح أعمل لليندا. أنا مرة متحمسة أكثر شيء لأنه ملامحها مرة حلوة، والملامح الحلوة دائما تكون صعبة في الميك اب. هي بنفسها قاعدة تقول لي أنا ما أعمل ميك اب، ما أحط فاونديشن. خفيف وبسيط إن شاء الله. بالضبط. فحنعمل شيء للبنوتات الصغار، حنعتمد أكثر شيء على الفاونديشن، إظهار البشرة بصورة حلوة، ما يكون مشقق، ما يكون مخطط، ما يكون كيكي. فأول شيء قبل أبدأ أعمل الفونديشن لازم نهيئ البشرة، فاخترت لكم من استيلودر اللي هو Advanced Night Repair. هو يستخدم كعناية للبشرة يوميا في الليل، وكمان يستخدم كبيز قبل الفونديشن. راح استخدم هذا for face وهذا for eyes. بعد ما هيئنا البشرة ورطبنا البشرة راح نستخدم الفونديشن هذا اللي هو دبل وير من استيلودر. طبعا ميزته، انا حقول لكم مزايا بسيطة، اللي هو اول شيء فول كفر، ثاني شيء فيه SPF 10، وكمان زي ما قلت لكم التغطية مرة حلوة، ويجلس فترة طويلة بدون ما يتأكسد ولا يتغير. فراح اغطي فيها بشرتها. اللون هذا جدا مناسب اللي هو 3W1. الحين راح استخدم من استيلودر دبل وير كونسيلر. ميزته انه فلولس وير، كمان بيجلس فترة طويلة، وكمان تغطيته مرة حلوة. راح استخدم لها حوالين عينها وما حكثر، لانه ما شاء الله تغطيته حلو، ما يحتاج انك انت تكثري. الحين راح استخدم لها الكونسيلر هذا دبل وير من استيلودر اللي هو الدرجة الوارم، فانا اخترت لها 3W. حطيت لها حوالين عينها عشان يخفي لي الهالات البسيطة اللي موجودة، وكمان عشان ابغى ازم الشفايف. فحطيت بكمية مرة بسيطة. الحلو في انه ينشف وخلاص يصير شوية على باودر شوية، فبيعطيني تغطية مرة حلوة. هو فلولس وير وهو يعني بيجلس فترة مرة طويلة، فهذه ميزة مرة حلوة في الكونسيلر نحتاجها احنا كميك اب ارتست.